فيصل، فيصل حبيبي يعطيك العافيه، منور دبي. منور. انا على فكره احبك، يعني يوم شفتك استانست اني شفتك. ساعة المباركة حبيبي علي، وجهك هيك مريحة وزميلتنا ما بدها تطلع بالاعلام، خافت ما بعرف ليش خافت. حبيبي سلمك، حافظك ان شاء الله. طيب انت امبارح انا بالصدفه كنت عم شوف لك عم تدافع انت عن فينيسا، يعني مع انه هي غلطانه المخلوقه، يعني ايش قلنا غلطانه؟ لانه هي ما ندري اليوم احنا سمعنا اطراف. انا لا هي غلطانه بموقفها، هي عم تدافع دفاع مستميت عن شيء هي غلطانه فيه. للأمانة انا تدري في الانسان واضح وصريح، الهجوم اللي كان من الزميلات المذيعات في كلام نواعم كان هجوم قاسي جدا، يعني كان اليوم تتخيل اللقاء 10 دقائق سؤال واحد يتنقل من مذيع لمذيع نفس الاسلوب، وخصوصا هذا السؤال مستهلك. يعني اليوم سالت عنه البنت وتكلمت عنه وجاوبت ووضحت وطلعت انها اخطات، وحتى انا سمعت انه ودوه للتحقيق حقه معاي في قضايا الطفل، ان في مشروع القانون الطفل موجود حقه في هذا الموضوع، ان هذا امر ما يصير، فالباب تسكر. بس انا اللي لاحظته ان البرنامج يبي يطلع وياخذ شو بالسوشيال ميديا، برنامج غير متابع. على فكره بيني وبينك انه كلام نواعم بهذه الطريقه انا انصدمت، يعني حسيته اتجاه معاكس. ايوه انا مدحت البرنامج، كنت من افضل البرامج اللي احنا نتابعها كلام نواعم، مش جديد من ايام الاستاذ فوزيه الله يرحمها والمجموعه اللي كانت معاها ومنال سليمان وفرح بسيس، وكانوا مجموعه جدا، وبرغوش انا برغوش كان برنامج قوي. لكن اليوم النهج تغير، السوشيال ميديا صار شيء اساسي بحياه الانسان، يبي الناس تبي تطلع اليوم بالسوشيال ميديا بالسلب بالايجاب، الكل يبي يشوف. يعني اول شغله أنا بصراحة بكل أمانة، أنا أول ما بلشت بهذا المجال ما كان هدفي أني أنا أطلع على السوشيال ميديا أو هذه المقاطع تطلع على السوشيال ميديا، أنا طبيعتي هيك، أنا هيدي حوارتي، حواراتي طبيعية، بس صاروا يتعمدوا هذه الأشياء. لك منا ضيوف، حليمة، فينيسا، رانيا يوسف، الأغلب يعني أكثر شيء هلأ عنده اللي صار الجدل اليوم. أي شخص بيحاول يسوي إثارة جدل أو يشهر برنامج محدد يجيب هالنوعية من الأشخاص، وهم اليوم اللي يسوي لك هذا الشيء. وللأمانة ترى هم صرحوا بهالموضوع، يعني الحرب صارت شرسة ما بعد الحلقة بكلام نواعم، نتكلم على فينيسيا، على حليمة، على المذيعات، قاموا صاروا تصريحات رسمية قامت تطلع ان احنا ما قلنا. فاليوم تسمع من طرف ومن طرف آخر من الصادق فيهم ما تدري، انت اللي يعرف هذا الموضوع رب العالمين. بس انت بعد ما شفت الشو والسوشيال ميديا حبيت الجو صح؟ لا والله هو ليك حلو حلو انه طبعا تكون يعني لقاءاتك انه عم تتداول، عرفت كيف؟ بس انا ما مش انه عم بتعمد هذا الشيء، انا طبيعتي هيك، بحب هذه الحوارات. انا شوف والله يا علي، انا هم ترى انا اتعامل ترى بطبيعتي ووضع طبيعي. في ناس فكر ان فيصل يتعمد يسوي هذا الامر او هذا الافيه او هذه الكلمه اللي تطلع، والله العظيم اني انا طبيعي في كل سؤال اسئله، انتشر ما انتشر هذا شان اخر للناس. اقول مصاري للضيوف، انا ما ادفع لاحد الضيوف نهائيا، ترى بعض الضيوف ممكن يكون لهم مدفوع، طبعا في نجوم يطلب مقابل وحقا يطلب مقابل، بس ليش حقه؟ ما انت عم بتطلعه، عم بتطلع وزن نجم، بس هو عم بيروج لحاله، هو بعد يسوي لك مشاهده النجم اليوم. اليوم على فكره هو عم بيروج لحاله كمان. انا على فكره انا ضد مبدا الدفع، انا اقول حقه لانه تعب على نجوميته ووصل لهذا، وهذا التلفزيون او هاي الوسيله الاعلاميه تعبت وعم بتروج له كمان. بتساعد انت اليوم، حتى انت اليوم قاعد تطلع ناس ممكن اشخاص ما حد كان يعرفهم، انت اليوم ما شاء الله انت اليوم شخصيه ترى مشاهده، الناس تتابعك وتنطر عليه عجبني شنو بيسوي، بس انت هم بعد مشاكس من سهل. انا والله لك انا بحب الاشياء اللي هيك. انا كنت بدي اسالك عن شيء، اقول لك عن شيء، لا 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 شو كنت بدي اساله؟ هلا انت هون جايين على منتدى الاعلام العربي، دعوه من اللجنة المنظمه. لا احنا جايين دعوه ضيوف من ضمن المهرجان، انا وزميلتي دكتوره نوره، فجايين نشوف الاحداث. اول مره ازور المهرجان انا او الملتقى، شيء جميل جدا انا مستمتع فيه، واشكرهم للمانا صراحه يعني للدعوه اللي قدموها، فان شاء الله القادم اجمل. على سيره كلام نواعم، في مذيعه بكلام نواعمي هي كان صديقه، تعرف شو؟ انا من فتره ملتقي انا وياها، قلت لي انت اسئلتك ما بعرف شو، انت اسئلتك ما بعرف شو. انا لما شفت كلام نواعم شفت اسئلتها طلعت هيك
صدمتني. مين بتتوقع؟ مين تتوقع؟ اتوقع الغير متوقع. في واحدة من المذيعات الأمانة من الثلاثة كانت جدا شرسة وأنا ما تخيلتها، حتى في طريقة إيحاءات الجسم وهي تسولف كانت تسأل ارتفع ضغطي وهيك تسأل أنا أتوقع هي حتى طريقة سؤالها لحليمة بولنت ما يصير يكون بهالطريقة. أنا ما ودي أنتقد وأقول يعني تسأل الطريقة ولا أنت الشغلات اللي بتعمليها بهالطريقة ما يصير تقولي دواء ضغط ما يصير. اليوم في شيء احنا تعلمناه في مهنة الإعلام، احترام الضيف، لازم تحترم الضيف مهما كان هذا، نسميه ضيف جاي بيتك مش بغض النظر عن التلفزيون، لازم تحترمه وتعطيه تقديره. حتى لو الضيف أخطأ لازم تمتص انت الغضب عن الضيف هذا وتطلع الحلقة لبرا الأمان. على فكرة يعني أنا قديش عملت لقاءات مع كل اللي عملت معهم ما بطلع هذا الشخص زعلان، وأحيانا إذا هذا الشخص بيقول لي امسح هذا اللقاء أو ما بدي إياه بشيله، عرفت؟ أو هذا السؤال علي بلاه بشيله. هني مجرد ما أعلى الضيف يعني كان المفروض، لانه هني اول مره بيتصرفوا بهذه الطريقه او بيحكوا بهذه الطريقه، فيعني تصرفوها بطريقه غلط اليوم حتى لانه مش متعودين. اليوم يوم انسحبت فينيسيا من الحلقه اعلاميا المفروض هذا يكون كت ما يطلع، بس شلون نجيب الشو للناس عشان نتابع؟ هذا اللي يجيب الشو، لما تحط عنوان رئيسي انسحاب فينيسيا من برنامج كلام نواعب تبدا الناس عاد تسولف وكذا. بس على فكره فينيسيا كانت شاطره وحليمة بولند كانت معلمة، تتكلم انت على إعلامية تعرف شلون تتحاور، يعني ما اخذوا منها لا حق ولا باطل، كانت نجمة اللقاء حليمة للأمانة، حليمة وفينيسيا. مع احترامي طبعا للمذيعات، انا حتى تكلمت يمكن على البرنامج تحديدا، هذا برنامج جميل جدا للأمانة، كنا نتابع ونشوف احداثه، وقلت اتمنى من المعنيين بالام بي سي يراجعون مرة ثانية البرنامج عشان لا يفقد هويته، لا يتجه للسوشيال ميديا. برنامج هذا كلاس، اسمه كلام نواعم، هيدي سوسة هذا صار السوشيال ميديا. هو اليوم في ناس وصلت مرحلة بالسوشيال ميديا ان حتى لو تسبني وتغلط علي انا ما عندي مشكلة، بس خلني اكون حديث الساعة. في ناس وصل هذا الامر الى الهوس، خلاص ما يقدر، لازم يعمل له حركة، ممكن يمرض اذا ما ناس ما سولفت عنه بالسوشيال ميديا. ما في ناس صار هذا وضعهم، يعمل مشاكل. اليوم اجي انا اليوم كفيصل اتحرش بعلي، قط على علي كلمة، علي مشهور والناس تتابعه، فتبدا العالم تتداول هذا الموضوع، يجي علي يرد علي، فسوينا حدث جديد يعني نقرب بعض. انا انت علي عجمي وانا فيصل العجمي، بس نحط قال لي التعريف بنحط قال لي التعريف علي قال العجمي وفيصل العجمي. حبيبي على راسي والله، وانا بحبك، انا كمان بحبك، انت انسان طيب، وهذه الطيب الحلو انه الواحد ما يكون عنده يعني نوع من الخباسة او اللوم، فسيماهم في وجوههم. أبوسك على هالكلمتين هذول. حبيبي علي.